بنرحب بحضراتكم من جديد. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس، ده طبعا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تناولوا فيها عدد من الملفات والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة مع السفير محمد إبراهيم عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني نشاط مكوكي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جدة لبيتسبرغ لصربيا بلغراد وحاليا في فرنسا، نشاط مكثف وبالطبع هناك دلائل لهذه الزيارات. لو هنتكلم تحديدا عن زيارة فرنسا وأيضا دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعني اسمحي لي بداية حضرتك أن أنا أشير إلى أن زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الدول الصديقة وزيارات الخارجية ومشاركة سيادته في كافة المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الدولية بتهدف في المقام الأول إلى تعظيم وتحقيق مصالح مصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وده وضح خلال الجولة الأخيرة لزيارة سيادته لألمانيا وزيارة سيادته لصربيا وامبارح زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. احنا طبعا نتذكر ان العلاقات المصرية الفرنسية شهدت طفرة متميزة للغاية خلال السنوات الثمانية الماضية منذ أن تبوأ السيد الرئيس مسؤولية الحكم في يونيو 2014، طفرة متميزة للغاية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في كافة المجالات في إطار من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا. وهنا لابد من احنا نشير إلى أن هناك تنسيق وتشاور مستمر بين الزعيمان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، ده من جانب. من جانب تاني فرنسا بتنظر إلى مصر باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا في القارة الإفريقية. وخليني حضرتك أشير إلى أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لفرنسا هي الزيارة التاسعة لسيادته في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية، واللقاء رقم 12 بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون خلال السنوات القليلة الماضية. إحنا بنقول أن هناك شراكة استراتيجية بعيدة المدى في كافة المجالات، وهذه الشراكة بيجي تحتها أولا العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية، العلاقات الاستثمارية، التعاون العسكري المتميز. احنا يعني بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حوالي 3 مليار يورو، حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 5.2 مليار يورو، وإن مصر بتعتبر ثالث دولة مستقبلة للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية من خلال وجود 168 شركة فرنسية بتعمل في كافة القطاعات، الطاقة، البنية التحتية، النقل، الصحة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، الخدمات المالية والمصرفية. 168 شركة فرنسية بتعمل في مصر بتوفر حوالي 50,000 فرصة عمل في مصر. مصر يعني بتعتبر ثالث دولة متلقية للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، هذا فضلا عن أن محفظة التعاون التنموي بين الدولتين حوالي 2.1 مليار يورو من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل العديد من المشروعات. عظيم. طيب عايزين نتعرف من حضرتك على الرسائل التي خرجت بها هذه الزيارة، زي ما حضرتك قلت ان في 12 لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن قبل الرئيس الفرنسي كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولوند، كانت علاقات قوية وكانت اللقاءات بتجمع الرئيسين سواء في زيارات متبادلة أو حتى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات قمة الـ20 كانت بتبقى في لقاءات مهمة جدا بتجمع الرئيسين. فأهم الرسائل التي خرجت من هذه الزيارة، أهم هذه الرسائل أولا هناك شراكة اقتصادية وسياسية وعسكرية بين مصر وفرنسا، هناك إرادة سياسية مشتركة لتعزيز وتعميق العلاقات بين مصر وفرنسا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، هناك تنسيق وتشاور مستمر بين الزعيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون
تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية. هناك تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. هناك تنسيق وتشاور مستمر مع فرنسا بالنسبة للاستعدادات الجارية لاستضافة شرم الشيخ لقمة كوب 27، قمة المناخ في 7 و8 نوفمبر القادم. هناك إرادة سياسية مشتركة بين مصر وفرنسا من أجل العمل على تسوية النزاعات والقضايا الدولية بالطرق السلمية. هناك إرادة سياسية أيضا مشتركة من أجل تعزيز التعاون التنموي في كافة المجالات بين مصر وفرنسا. هذا فضلا عن نقطة في منتهى الأهمية، التعاون الوثيق في مجال الطاقة. احنا نتذكر ان حجم الاستثمارات الفرنسية في مجال الطاقة اليوم في مصر حوالي 10% من اجمالي قيمة الاستثمارات الفرنسية اللي موجودة في مصر، اللي هي حوالي 5.2 مليار يورو. ومن المتوقع خلال السنوات الخمسة اللي جاية ان النسبة دي هي ترتفع الى 20% من خلال التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والجديدة خلال السنوات الخمس القادمة. احنا كلنا نتذكر اولا يعني منتدى غاز شرق المتوسط. فرنسا انضمت بصفة مراقب الى غاز منتدى شرق المتوسط، ومنتدى غاز شرق المتوسط كلنا نعرف ان هذا المنتدى جاء بمبادرة من فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية السادسة بين السيد الرئيس ورئيس وزراء اليونان ورئيس أبلس في كريت في 2018. والأزمة الأوكرانية الروسية أكدت وأبرزت وأوضحت أهمية منتدى غاز شرق المتوسط لتوفير جانب كبير من الطاقة للعالم، وذلك من خلال الغاز المكتشف في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. كان في رؤية مسبقة ورؤية مستقبلية كانت من جانب السيد الرئيس للمستقبل، ومن خلال وجود بنية تحتية لتسييل الغاز الطبيعي في مصر اللي هي موجودة محطتي الإسالة في إدكو وفي دمياط. خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في يونيو الماضي تم التوقيع على مذكرة تفاهم يتم من خلالها نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله في محطات الإسالة المصرية وإعادة تصديره للاتحاد الأوروبي. عايز أقول أن هذا المنتدى من شأنه تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، وده انطلاقا من أن مصر أصبحت مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء. وإحنا طبعا شايفين الإنجازات الكبيرة اللي تحققت في إنتاج الطاقة الكهربائية ودخول مصر في مشروعات كبيرة للربط الكهربائي مع السعودية، ليبيا، السودان، العراق، قبرص، اليونان. يعني ربط كهربائي بين إفريقيا وبين القارة الأوروبية. زيارة السيد الرئيس يعني أكدت الشراكة الاستراتيجية اللي موجودة بين مصر وفرنسا في كافة المجالات. خليني حضرتك أشير إلى مجال متميز للتعاون بين مصر وفرنسا اللي هو مجال التعاون العسكري. مجال التعاون العسكري يعني خليني يعني أؤكد على نقطة في منتهى الجوهرية. أولا هناك تعاون عسكري وثيق، أو عايز أقول بمعنى آخر إن فرنسا شريك استراتيجي في تسليح القوات المسلحة المصرية. من خلال يعني تم التعاقد خلال الفترة الماضية على استيراد أو توريد فرنسا ل 54 طائرة رافال. الدفعة الأولى 24 طيارة، الدفعة الثانية كانت 30 طيارة، توريد عدد كبير من الفرقاطات البحرية للقوات البحرية. هذا فضلا عن التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة بين البلدين. الأمر يعني أنا بقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يحسب لسيادته أنه هو أول رئيس مصري ينجح بامتياز في تنويع مصادر السلاح للقوات المسلحة المصرية من أجل زيادة قدرات وإمكانيات القوات المسلحة المصرية. وأصبحت القوات المسلحة المصرية أو الجيش المصري بيجي بين ضمن أكبر 10 جيوش موجودة في العالم. طيب سعادة السفير، لو نظرنا لتسلسل هذه الزيارات من جدة، قمة جدة للأمن والتنمية، ثم بيتسبرغ
ثم صربيا بلغراد ثم الآن فرنسا. هل هذا التسلسل دلالة معينة في هذا التوقيت الحرج؟ يعني احنا لو بصينا كمان لصربيا هي دولة من دول البلقان في هذا الوقت الدقيق. يعني زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني زي ما سيادتك تفضلتي مشاركة سيادته في قمة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والرئيس الأمريكي الرئيس بايدن، ثم زيارة سيادته لألمانيا صربيا فرنسا، ده بيأتي في وقت المجتمع الدولي بيواجه العديد من التحديات. في مقدمة هذه التحديات التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، وإحنا شفنا هذه التداعيات السلبية على قطاعين، قطاع الأمن الغذائي وقطاع الطاقة، وتأثر العديد من الدول وفي مقدمة هذه الدول الدول الإفريقية بأزمة الغذاء نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية. الأمر اللي ترتب أيضا من ضمن هذه التداعيات السلبية ارتفاع معدلات التضخم في جميع دول العالم ومعاناة العالم اقتصاديا من هذه الأزمة. فده أول تحدي من التحديات. التحدي الثاني اللي هو التحديات الخاصة بالتغير المناخي، واحنا شفنا خلال الفتره القليله يعني الاسبوع الماضي يعني التاثيرات وحرائق الغابات اللي حدثت في اسبانيا والبرتغال وفرنسا واليونان وايطاليا والمغرب، واضطرار هذه الدول لاجلاء الالاف من السكان من هذه المناطق. فعندنا التحدي الثاني اللي هو التحدي الخاص بالتغيرات المناخيه. وهنا حضرتك انا عايز يعني اشير الى نقطه في منتهى الاهميه. طبعا يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على أن تتمخض قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، تتمخض عن أفضل النتائج لمساعدة الكوكب ومساعدة العالم في مواجهة هذه التغيرات المناخية. وهنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد على أن مسؤولية مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري ليس فقط مسؤولية الحكومات، ولكن هي مسؤولية الحكومات زائد المجتمع المدني زائد القطاع الخاص زائد منظمات التمويل الدولية زائد المنظمات الدولية. عظيم. عن طريق تكاتف وتكثيف الجهود الدولية ممكن نقدر خلال الفترة القادمة ان احنا نحد من مخاطر التغير المناخي. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اعلن سيادته خلال مشاركة سيادته في مؤتمر حوار بيترسبرغ في ألمانيا ان سيادته سوف يعمل على دفع الأطراف الدولية المختلفة لتنفيذ الوعود بتاعتها بالنسبة لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، وخاصة أن هذه الدول تعهدت خلال قمة جلاسجو في العام الماضي بتقديم 100 مليار دولار لمساعدة الدول لمواجهة التغير المناخي خلال الفترة القادمة. زيارة السيد الرئيس بتاعتي في إطار هذه التحديات، التحديات الخاصة بالمناخ، التحديات الخاصة بتداعيات سلبية الأزمة الأوكرانية، هذا فضلا عن تحديات موجودة في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. وفي مقدمة هذه التحديات التدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية للدول العربية وقيام طيب بعض دي الدول. نقطة مهمة جدا يا سعادة السفير عايزين نتكلم عنها، لكن يعني إضافة لبس نقطة التغيرات المناخية واحنا بنستعد لهذه القمة، وبعد كده الرئيس حضر حوار بيترسبرغ للمناخ وكان في عدد كبير جدا من الدول حاضرة، بالإضافة إلى لقاء بالرئيس الفرنسي، ومن المعروف أن فرنسا من زعماء الأوروبيين المهتمين جدا الرئيس الفرنسي بهذا الملف، ونحن نتذكر جميعا اتفاقية باريس 2015 للمناخ. ماذا ممكن أن يقدم الرئيسان لهذا الملف؟ يعني أولا في ضوء يعني التعاون الوثيق بين الدولتين سوف يتم يعني التنسيق والتشاور بالنسبة لكافة القضايا اللي هتعرض خلال قمة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. يعني رئيس ماكرون وفرنسا بتعطي اهتمام كبير لملف قضية التغير المناخي والاحتباس الحراري. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قام بإبلاغ واستعرض مع الرئيس ماكرون الاستعدادات والجهود المصرية الجارية لاستضافة هذه القمة، وكانت من خلال الزيارة دي التنسيق والتعاون بالنسبة للقضايا التي سوف تعرض على قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وده في إطار طبعا أن يعني استضافة باريس لقمة المناخ اللي أسفرت عن اتفاق مواجهة التغيرات المناخية في عام 2015. هناك تعاون وثيق في هذا الشأن. وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نتذكر خلال مشاركة سيادته في حوار بيترسبرغ سيادته أكد على أهمية أن قضية التغير المناخي دي
بتهدد العديد من الدول. في نفس الوقت أنا أتذكر مقولة وزيرة خارجية ألمانيا خلال الحوار، إنها بتقول إن هي قضية التغير المناخي تهديد للبشرية، تعد بمثابة تهديد للبشرية. وإحنا سوف نستعرض، السيد الرئيس سوف يستعرض خلال قمة شرم الشيخ الجهود والخطط المصرية اللي إحنا بدأنا فيها خلال السنوات الماضية من أجل مواجهة التغير المناخي. مصر يعني مشاركة مصر في يعني قضية التغير المناخي أقل من 1%، أقل القارة الإفريقية أقل من 4%. وهنا السيد الرئيس حريص على دفع الأطراف الدولية وخاصة الأطراف الدول الصناعية المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه القارة الإفريقية ومساعدتها ماليا وتكنولوجيا من أجل تقليل ومن أجل تخفيض المشاكل والتداعيات السلبية الخاصة بالتغير المناخي. طيب سعادة السفير، حضرتك تحدثت عن نقطة هامة وهي نقطة ملف الطاقة. لأي مدى حضرتك ترى أنه مصر الآن أصبحت رقم مهم في هذه المعادلة، معادلة الطاقة، خاصة بعد منتدى غاز شرق المتوسط وزي ما حضرتك تحدثت أيضا مصانع إسالة الغاز في مصر؟ لأي مدى كمان إحنا بصدد أن إحنا نرى مصر تصدر الغاز لدول أوروبا، خاصة كمان بعد زي ما حضرتك ذكرت ربط الكهربي على سبيل المثال مع قبرص واليونان؟ يعني سؤال يعني في منتهى الأهمية. احنا النهاردة مصر هي بتتبوأ المرتبة الـ14 في إنتاج الغاز على المستوى العالمي، المرتبة الخامسة على المستوى الإقليمي، المرتبة الثانية داخل القارة الإفريقية. يعني احنا إنتاجنا من الغاز النهاردة أصبحت مصر بتحقق الاكتفاء الذاتي في استهلاك الغاز، وبدأنا نصدر الغاز الطبيعي للخارج. وزي ما أشرت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية مستقبلية عندما طرح مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط في القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية في أكتوبر 2018، واللي انضمت إليه بعد كده بصفة مراقب الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات الشقيقة، وفرنسا انضمت إليها أيضا، وكذلك الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب. إحنا يعني تم الدخول في اتفاقيات مع قبرص بحيث أن يتم نقل الغاز الطبيعي من حقول قبرص في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر لتسييل هذا الغاز في وحدات الإسالة في إدكو ودمياط، وإعادة تصدير هذا الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. إحنا والسيد الرئيس بيؤكد على أننا عندنا هذه الإمكانيات لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر الأبيض المتوسط وتصديره إلى أوروبا وتأمين احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز خلال الفترة القادمة. ده من جانب. من جانب تاني إحنا يعني حققنا فائض في إنتاج الكهرباء، وخاصة بعد إنشاء أكبر 3 محطات للكهرباء، محطات عملاقة اللي قامت شركة سيمنز بتنفيذها وإنشائها في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة في البرولوس في بني سويف. في نقطة في منتهى الأهمية برضو اتصالا بموضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، احنا عندنا أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مجمع بنبان في أسوان، ده رقم واحد. رقم اتنين عندنا برضو مشروعات لتوليد الطاقة من الرياح في السويس، جبل الزيت، الزعفرانة. احنا النهاردة عندنا ربط كهربائي مع السعودية، مع الأردن، مع العراق، وهيبقى في ربط كهربائي مع قبرص واليونان خلال الفترة القادمة. مصر أصبحت مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وده اللي دفع الاتحاد الأوروبي إلى عقد مذكرة التفاهم المشتركة بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي من أجل تأمين احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز خلال الفترة القادمة. إذن إسالة الغاز وتصديره للاتحاد الأوروبي، أيضا بالنسبة للكهرباء مد خطوط كهرباء عن طريق قبرص واليونان تصل أيضا إلى الدول الأوروبية، هل ده هو مفهوم التعاون الاستراتيجي بحيث تكون المصالح المشتركة ومتبادلة كمان؟ بالطبع. يعني هو يعني النهاردة التعاون في مجال الطاقة ده من أهم يعني محاور التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة. ده من جانب. من جانب تاني خليني حضرتك برضو أشير إلى أن خلال زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على يعني اللقاء ومقابلة رؤساء كبريات الشركات الأوروبية، وده حصل خلال زيارة سيادته في ألمانيا، يعني مقابلة رؤساء كبريات الشركات الألمانية،
وحصل ايضا في صربيا منتدى رجال الاعمال المصري الصربي، ومقابله وزير الاقتصاد الفرنسي امس. السيد الرئيس في كافه زيارات سيادته الخارجيه يعني بيفضل انه يقابل رؤساء كبرات الشركات الاجنبيه والعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبيه في كافه المجالات التنمويه في مصر. وهنا خليني اشير الى ان الاستثمارات الاجنبيه محتاج اولا البنية التحتية المتطورة، وده اللي تم في مصر خلال السنوات الثمانية الماضية. مصر أصبحت لديها بنية تحتية متطورة تضاهي بل بالعكس بتفوق البنية التحتية اللي موجودة في الدول المتقدمة. في نفس الوقت النقطة اللي تم الإشارة إليها، عندنا المصدر الرئيسي للاستثمارات توفر الطاقة. هناك طاقة سواء من الغاز أو من الكهرباء، هذا فضلا عن حزمة التسهيلات والامتيازات اللي بتقدمها مصر للمستثمرين الأجانب. وهنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مقابلات سيادته ولقاءات سيادته مع رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الأجنبية بيؤكد لهم أن مصر حريصة كل الحرص على إزالة أي مشكلة أو أي عقبة في طريق المستثمرين من أجل تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة الحالية والفترة القادمة. سعادة السفير، أخيرا يعني توقعاتك لمخرجات هذه الزيارة؟ يعني أولا يعني تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين مصر وفرنسا، دي نقطة في منتهى الأهمية. هذا فضلا عن زيادة التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، هذا فضلا عن يعني تعزيز علاقات التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وفرنسا، هذا فضلا عن رسالة مهمة جدا التعاون مع فرنسا لمواجهة والعمل على تسوية النزاعات والمشاكل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية سياسيا وسلميا. طبعا سعادة السفير محمد إبراهيم عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، نشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. يمكن حضرتك وضحت لنا كمان تفاصيل هذه الزيارة، وإحنا بانتظار كمان مخرجات هذه الزيارة. نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لك يا فندم.